في العاشر من المحرم تلبدت السماء بالأسى بدلا من الغيم، حزنا على مصاب الحسين على مقربة من مخيم الأحبة. هنا لا يسمع إلا بكاء أطفال صغار وسط النهار ينتظرون شربة ماء. سمع قمر العشيرة أصواتهم، الماء يا عمنا الماء، فأعطاه الحسين قربة الماء. مضى العباس ومعه الحسين، والأطفال تشكو الغربة وتنادي العطش العطش. تقدم الحسين ليكشف الجند عن ضفة المشرعة فيصل العباس الماء. لما رأوه وبيده الراية بدأ الأشرار نحوه بالرماية، يريدون تمزيق قربة السقاية، لكن أبا الفضل البطل شق الجمع وللفرات وصل. غرف الماء بيديه وأراد أن يشرب، تذكر النساء والأطفال التي تنحب. فرمى الماء من يديه وقال، يا نفس هوني، وبعد الحسين لا كنت أن تكوني. ملأ القربة والطريق طويل، مشى ليسقي الأطفال وزين العابدين العليل، لكن العدا كمنوا له خلف النخيل. وذاك يضربه بالعمود، ورا من أصاب بسهمه القربة ذاك الحقود. فسال الماء على التربة وأنبت مع دم العباس حبا وورود.